بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. راح اتكلم عن ملف هوستس. هذا الملف موجود داخل النظام. فائده هذا الملف هو تعريف الاجهزه على بعض، تمام؟ عن طريق الاي بي ممكن تعطي الجهاز اسم معين خاص بك، تمام؟ الفائده منه طبعا صعب الواحد يحفظ الاي بيات، تمام؟ فممكن يستخدم اسم بدل الاي بي احسن، علشان انه ما يقعد يحفظ الاي بيات الخاصه بالشبكه. هذا فائده الملف هذا. راح استخدم اليوم حاجتين، واحده يعني للترفيه فقط، والثانية مهمة وهي إن كيف تعرف جهاز فعلا ما له دومين، كيف تعرفه عندك على جهازك. طيب، الشبكة المحلية عندي بالبيت فيه تقريبا جهاز واحد سيرفر، تمام؟ فيه شو اسمه اي بي معين خاص للجهاز هذا، اللي هو 192.168.1.2، تمام؟ كيف اقدر اني اضبط هذا الموضوع، تمام؟ بحيث اني اقدر بدل ما اكتب 192.168.2 اقوم اكتب سيرفر، طق يطلع السيرفر حقي. هذا هو فائده هذا الملف بدل ما اكتب الاي بيات. طيب، اول شيء خلونا ناخذ نسخه من ملف الهوست عشان ما نخربه. نكتب سودو سي بي، تدرون شلون؟ اكتب سيو ادخل دخل باسورد حق الروت، ريحنا عشان ما نكتب سودو كل شوي. طيب، راح نجي نكتب سي بي اي تي سي هوست، هذا هو الملف اي تي سي هوست دوت باك اب او باك، كيفك، انتر، تمام. طيب، الان حفظنا هذا الملف، ايش راح نسوي؟ راح نسوي التالي، راح نفتح الملف ونلعب على كيفنا، بحيث لو صار شيء او شيء بصير عندنا نسخه. اكتب نانو. نانو عباره عن محرر، ممكن تكتب اي محرر تبي، ولكن اذا كنت داخل بالطريقه هذه اكتب نانو. نانو اي تي سي هوستس، انتر. لاحظ عندي هنا حاجات معينه. ايش الحاجات هذه؟ خلونا نمسحها ونكتبها واحده واحده. بم 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 بم. اوكي، السيرفر عندي بالبيت زي ما قلت لكم عنه قبل شوي، الاي بي حقه 192.168.2. كيف عرفت الاي بي هذا حق الجهاز؟ راح للجهاز هذاك اللي عندك في البيت وحاب تعرفه عندك، واكتب هذا الامر اف كونفج. اوكي، راح يطلع لك كلام فاضي كثير يهمك منه انك تاخذ هذا، تمام؟ اذا حاب انك والله تطور الموضوع ممكن تكتب اصبر اف كونفج جريب نت. اوكي، بالشكل هذا اعطيك كل الايبيات اللي موجوده عندك على الجهاز هذا. انا عندي كم اي بي؟ عندي اي بيين، عندي اي بي هذا حق الشبكه اللي خاصه بالسلكيه، وعندي هذا اللاسلكيه. طبعا هذا اللوب باك ما يهمنا، انا يهمنا اللي هو 192. ترى ممكن يكون ما يكون 192، ممكن يكون شيء ثاني، تمام؟ لذلك انت لازم تعرف. طبعا المناسب ممكن ما يطلع عندك اثنين، يطلع عندك واحد، لان عندي كرتين شبكه، ممكن عندك انت كرت شبكه واحد. طيب، راح تاخذ الاي بي هذا من الجهاز هذاك. طبعا لو كنت على السيرفر انا بيطلع لي 192.168.1.64، بتروح بيكون مكان اثنين، هذا لانه هذا هو الاي بي حق السيرفر. طيب، انا راح اجي هنا واكتب اي بي السيرفر. طبعا لو مكان هذاك الجهاز نظام جنو لينكس، راح تسوي راح اشوف لك طريقه، شوف لك واحد يفهم بالنظام اللي موجود على الجهاز هذاك يعطيك الاي بي. طيب، 192.168.1.2، الان هذا الاي بي حق السيرفر. اضغط تاب واجي هنا اكتب الدومين. الدومين عباره عن اسم اقدر اوصل لهذا الجهاز عن طريقه. ممكن اكتب جنو دوت لان، بالمناسبة ممكن تكتب جنو دوت اورج، بس بصير عندك لحظة شوي بالمتصفح لانه في موقع اساسا اسمه جنو دوت اورج، لذلك راح اكتب جنو دوت لان، تمام؟ الهوست نيم ما يهم، اوكي؟ تكتب لوكال هوست ما ادري وش هو، لكن انا هناك عندي الاسم هذا جنو سيرفر. طيب، انا لو حطيت كنترول اكس عشان احفظ، ثم اضغط على الحرف واي، ثم اضغط انتر، تم حفظ هذا الملف. طيب، راح اجي هنا الحين واكتب الاي بي عشان اختبر 192.168.1.2، انتر. طيب، طلع عندي الحين هذه الصفحة. طبعا السيرفر عبارة عن ويب سيرفر، في بعض الخدمات الخاصة بالسيرفر، لذلك طلع عندي الصفحة هذه. الآن لو كتبت بدل الاي بي جنو دوت لان انتر، راح يطلع لي نفس الصفحة. ليش؟ لأني أنا عرفت الصفحة أنها تشتغل بالطريقة هذه، تمام؟ وطلع لي هذه السالفة وزبط عندي الاي بي. طيب، هذا بالنسبة لطريقة تعريف الأجهزة، أوكي؟ طبعا ممكن يشتغل معك الطريقة هذه مدى الحياة، طالما أنك ما حذفته من ملف الهوست. طيب، ما عندك سيرفر ولكن حاب تستفيد من درس اليوم، ايش المواقع اللي تزوره كثير؟ انا ازور موقع ستارت بيج كثير، تمام؟ طيب، ممكن اكتب هنا بينج ستارت بيج دوت كوم، انتر، تمام؟ اضغط كنترول سي، او انك اكتب بينج بالشكل هذا ناقص سي واحد علشان يعطي بينج واحد، وخذ هذا الاي بي. اوكي، كاني لاحظت تغير الاي بي، مو زي قبل شوي طلع اي بي ثاني، هلا بنك. اوكي، لا يهم. هذا الاي بي اللي يطلع بين قوسين، طبعا ممكن تبنق اي موقع بحياتك تدخله كثير. بينج فيسبوك سي1 فيسبوك دوت كوم، انتر.
اعطوني الاي بي حق الفيسبوك، ولكن انا ما ادخل الفيسبوك كثر ستارت بيج، ادخل ستارت بيج كثير. طيب اخذت الاي بي حق ستارت بيج ولا ما اخذته؟ بسرعه بسرعه اعطني بنج بسرعه 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 بسرعه. اوكي راح طلع اي بي ثاني، مشكله هذا عنده اي بيات كثير الموقع، لكن راح استخدم هذا الاي بي. طيب راح نجلم الملف اللي قبل شوي كتبناه اي تي سي هوستس انتر، راح اجي هنا واحط اي بي جديد. طيب انا الحين استفدت ميزه جديده، بدل ما اكتب ستارت بيج دوت كوم عشان ادخل الموقع ممكن احط الاختصار اس بي دوت وشو دوت ال مثلا. اوكي اجي هنا اكتب لوكال هوست، الاسم هذا غير مهم تمام، من ناحيه التسميه هنا ما راح يضر شيء. طيب كنترول سي بعدين اقوم واضغط على كنترول اكس عفوا ثم اضغط على واي ثم اضغط انتر عشان احفظ. الان لو فتحت المتصفح كتبت sp.com كتبت sp.l انتر راح يفتح لي موقع ستارت بيج. يلا بسرعه طبعا على حسب يمكن يضرب الاي بي عنده الحين ويطلع اي بي ثاني. اوكي فتح موقع ستارت بيج اللي انصحكم دائما باستخدامه بدل جوجل عشان خصوصيه. الى هنا انتهى درس اليوم، عرفنا كيف نعرف الاي بي باسم معين عندنا على هذه الشبكه بدون الحاجه الى يكون عندك دي ان اس سيرفر او كلام فاضي. انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس قادم، مع السلامه.